Jawara FM .net. Nous sommes là où vous êtes. شوف مع طرف سياسي ممكن تكون متورطة في احتياج تبعي. أنا ما أظنش واحد من جاء قتل على خاطر سي شكري بلعيد عمل حاجة من نسبة القانون ما أظنش. يعني أو إنسان وقع اعتداء على إنسان خطير. ما اختيار سياسي بالامتياز. واختيار سياسي علاش بلعيد؟ أنا لأمر في نفسي يعقوب. ونحن نتصوروا الأيام ستكشف. والحكومة الحالية باش تكون جد أكثر من الحكومة المنصرفة في البحث عن الحقيقة؟ لا فماش حكومة حالية حكومة منصرفة، فرد حكومة. كيف فرد حكومة؟ هي امتداد نفس الحكومة. مسقط حكومة نهار اغتيال بالعيد وبنى رئيس حكومة جديدة. حكومة سي حمادي الجبالي بدون سي حمادي الجبالي. على شو ما صارت التغييرات على مستوى الشعب؟ ما صار كلها ترويكا هي ما بقاش توسع كذا، الحاجة الوحيدة هو كونه قبلت نهائيا النهضة باش يحايدوا وزارة السيادة. ماهوش شوية. وقت اللي هذوما رفضوها هما وقت مع حمادي الشبالي. حمادي الشبالي في المفاوضات الأولانية اللي حب كان يوسع فيها التمثيلية بتاع الحكومة بتاعه. الإشكالية اللي وقعت هو كونه النهضة ما وافقتش على حكومة السيادة. تحكي عن وزارة السيادة. وزارة السيادة تو مع سي محمد العريض سي علي العريض وقف. اش معنى هذا؟ معنى ظروف غير ظروف وما وافقت ليس اقتناعا بوجهة الفكرة وإنما تحت ضرورة أحكام. ضرورة أحكام. جوهرة FM.net. Nous sommes là où vous êtes.